أهلا بكم. تتواصل العمليات العسكرية في اليوم 51 من الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث استهدفت القوات الروسية بصواريخ مجنحة مصنع فيزار في ضواحي كييف الذي يعمل على إنتاج وإصلاح الصواريخ المضادة للسفن وأنواع أخرى من الصواريخ. في الوقت ذاته تتواصل المعارك في ماريوبول، إذ أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على مصنع إليتش للصلب في المدينة الساحلية التي تشهد معارك عنيفة منذ أسابيع. في المقابل أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن 5 أشخاص قتلوا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا خلال الساعات الماضية، إذ يشكل الاستيلاء على كل دونباس الهدف الأول للجيش الروسي منذ نهاية آذار الماضي. والآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.